بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم راح نوريكم كيفاش تبدلوا حزام الالترناتور كرواد داكسيسوار هذه اللي هنايا تاع سيارات 208 ان بوين دو في تي 3 بيستون، ولا تاع 301 ثاني ان بوين دو في تي 3 بيستون. راح نوريكم كيفاش تبدلوا هذه الكروة، وكيفاش تبدلوا الكروة تاع لا بومباو. كاين واحد الاخوان راهم خلاو لي دي كومونتير وقالوا ورينا كيفاش تبدل الحزام تاع مش تاع التوزيع بصح تاع مضخة الماء. خوتي الشيء اللي ديروه هو لازم ترفعوا السيارات تاعكم، تحبوا تنحوا الروضة كما انا لهنا راني رافع السياره نحو هذا القرب بول لهنايا لهنا، هذا تاعها راه طاير سما وسهل الخدمه. لا تاعكم كاين نحوه وجبدوه لهنا برك، بالكم الرؤيه. درك نشوفوا كيفاش نبدلوا الحزام تاع الاكسسوار اللي هو هذا، ونشوفوا كيفاش نبدلوا ايضا هذه الكروة حزام تاع مضخة سائل التبريد اللي هي لهنايا. خوتي لهنايا جيبوا مفتاح 17 ولا 13 على حساب واش كاين لهنا في الطوندور. لا عاد كما هذا 16 جيبوا 16، لا عاد 13 ديروا 13. انا عندي لهنا فيها 16، نجيب مفتاح 16 نديرو لهنا ونطلع هكذا. شوف كيفاش تفتح كي نطلع هكذا، هذيك الساعة نحي هكذا. هذا ما كان خوتي بعد ما نحيت الحزام تاع الاكسسوار تاع الالترناتور كما احنا نسموه، هذيك الساعه نروح نحو بالونات هذو 13. انا هاني ديجا فاتحهم درك نوري لكم. جيبوا مفتاح 13 ونحوهم كما قلت لكم، انا ديجا راني منحيهم، هم سهلين مش حاجه لي واعره هكذا. هذا مكان هذا هو يلصق لهنايا. دركا رايحين نعاودو نركبو مثال، جبنا واحدة جديدة واش نديرو؟ نجيب هذي نحطها لهنايا وندور ومن بعد نركب لهنا. هاي وركبها ونحطها هنا هكذا وندور على حساب البولون، ومن بعد ندير بولون لهنايا هكذا. نسيريه، لا قدرت نسيريه مش حتى الافون ما قريب يصل، ومن بعد نجبد هذه نجبدها لهنا هكذا. هذا ما كان نجبدها هكذا ونحطها هك، هاي تحكم بلاصت. ومن بعد ندير بولون الاخر ومن بعد نزيد الثالث، الفيس الثالث سيري سيري هذا ونديرو كليكي باش تزربو. استناو انا باش نوري لكم برك. بعد تزيروا تحكموا هنا، تحكموا بيتكم هنا وتزيروا. هكذا هذا ما كان. خاوتي دركا راح نوريكم كيفاش تنحوا كيفاش تبدلوا هذا الحزام تاع الاكسسوار تاع الالترناتور كما نقولوا له هنا حنايا. كما قلت لكم بعد ما خوتي ما تركبوا الحزام تاع مضخه الماء تعاودوا تركبوا، تحطوا هذا الحزام
لكس تاع الاكسسوار تاع الالتيرناتور وتجيبوا مفتاح وتطلعوا هكذا هكذا شوفوا هذا ما كان ما فيهاش نقولوا مش صعيبه ولا حاجه. خوتي الاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذا الفيديو بسيطه. نقول لكم ما تنساوش اشتركوا في قناه يوتيوب حامد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.